ينضم إلينا من ضواحي بيروت مراسل رؤيا حيدر مخلوف. مرحبا بك حيدر، ضعنا في آخر التطورات لديك. مساء الخير زميلي العزيز لك وللمشاهدين. يعني قبل حوالي ساعتين غارة إسرائيلية جديدة على منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. سبق ذلك وحوالي الساعة 10 من صباح اليوم غارة أخرى على منطقة المريج أيضا في ذات الضاحية. يأتي ذلك وهاتين الغارتين بعد ليلة هي الأعنف منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 23 من أيلول الماضي حتى هذه اللحظة، 30 غارة وأكثر على مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية. وبشكل الغارات والأماكن المستهدفة فإن حزاما ناريا وبشكل يحيط بالضاحية من كل الجهات، إن كان طريق المطار القديم الذي تعرض لأضرار كبيرة جراء هذه الاعتداءات، أو من منطقة صحراء الشويفات التي دخلت حديثا بالأمس على خط الاستهدافات من قبل جيش العدو الإسرائيلي، فضلا عن حارة تحرير برج البراجنة المريجة وأيضا حي الأميركان. هذه المناطق تشكل مربعا أساسيا ويحيط بالضاحية من زواياها الأربعة تقريبا. يوجد بعض النقاط الأخرى ونتحدث عنها، كنا تحدثنا عنها في أوقات سابقة وسنتحدث عنها لاحقا بالتفصيل، ولكن حتى اللحظة إن كنتم تشاهدون خلفي زميلي العزيز بعض الدخان يخرج، حتى هذه اللحظة سحب من الدخان تخرج، ولكن لا يوجد غارات. هذا نتيجة الانفجارات التي تلي الغارات بساعات وساعات. حتى اللحظة هناك انفجارات صغيرة جدا تجري أو تخرج في الضاحية الجنوبية من مخلفات الاعتداءات الإسرائيلية. الطيران الحربي حلق بشكل متقطع في سماء العاصمة بيروت، ولكن بوتيرة أخف بكثير من الأيام الماضية، فيما حلق طيران الاستطلاع على علو منخفض جدا في منطقة البقاع الأوسط. هذا فيما يتعلق ببيروت والشمال الشرقي. أما فيما يتعلق بالجنوب فقد وبحسب ما أعلن حزب الله فقد أطلق سربا من المسيرات الانقضاضية على قاعدة التأهيل والتدريب جنوب مدينة حيفا، انقض عليها بسرب من المسيرات الانقضاضية وحقق أهدافه بدقة، هذا بحسب البيان الذي جاء من حزب الله. الاشتباكات توزعت على أكثر من نقطة، كان مارون الراس، إن كان منطقة بليدة التي دخلت اليوم على خط الاشتباكات بعد محاولة العدو الإسرائيلي وضع نقطة يخترق منها بريا الأراضي اللبنانية، ولكن حزب الله وعبر الأسلحة النارية المناسبة تمكن من إيقاف تقدم هذه القوات وأوقع إصابات عديدة في صفوفها، ما أجبرها على التراجع أكثر من مرة. في حين الغارات الإسرائيلية، غارات العدو الإسرائيلي، استهدفت مناطق عدة، إن كان في بليدة ذاتها، إن كان في منطقة عيترون، إن كان في منطقة قضاء زبدين وقضاء النبطية ومحيط بلدة زبدين، فضلا عن القرى المحيطة بقضاء صور. وأيضا نتحدث هنا عن بعض القرى التي يطالب سكانها بضرورة التعامل مع هذا الوضع لإخراجهم من تلك المناطق، فهم محاصرون في الداخل وإنذارات العدو الإسرائيلي تأتي تباعا، وآخرها كان قبل حوالي الساعة ونصف من الآن بضرورة إخلاء المدن من المدنيين والذهاب إلى شمال نهر الأول. هذا هو التبسيط للوضع الميداني في العاصمة بيروت وأيضا في الأراضي اللبنانية كافة. ما هي أبرز تصريحات حزب الله حول ما يجري؟ حاول بعض الأفرقاء اللبنانيين استغلال الموقف للحصول على فوائد سياسية، إن كان في ملف الرئاسة أو في ملفات مستقبلية، خاصة فيما يتعلق بنزع سلاح المقاومة، والذي يسعى جاهدا بعض الأفرقاء الحصول على هذه النقطة بالذات. ولكن بحسب التصريحات الرسمية وغير الرسمية والتسريبات والمصادر، فإن حزب الله متمسك بقرارين. القرار الأول عدم فصل الجبهات، لا يزال متمسكا في جبهة غزة، والدليل على ذلك آلية كتابة البيانات التي تخرج من قبل حزب الله، وهو يشدد على أنه تحقيقا أو نصرة لأهالينا في غزة ونصرة لأهالي لبنان الذين يعانون من الاحتلال. هذه الجمل تؤكد ثباته عند موقفه الأول. من الناحية الداخلية يشدد على أنه لن يستطيع أحد اتخاذ أي موقف إضافي أو نقطة إضافية جراء ما يحصل
بتجديده على أنه باق على موضوع الملف الرئاسي بمرشحه الذي اختاره وهو سليمان فرنجية. لا يذكر بالاسم مرشحه، ولكن يقول بأننا ثابتون على مواقفنا ولم نحد قيد أملة عما كنا قد وضعناه سابقا. والذي يؤكد على هذا الموضوع هو تصريحات رئيس مجلس النواب نبيه بردي بتأكيده على أنهم لم يتنازلوا عن مرشحهم وسائرون في المعركة السياسية بشكل متوازن مع المعركة الميدانية الحاصلة. طيب، فيما يتعلق ب وكنا قد تحدثنا في مواجع السابقة، يعني ما يجري مع من موقع الاستهداف لهاشم صفي الدين قبل عدة أيام، وقلت في ذلك الوقت أنه لم يبدأ أو لم تبدأ عملية يعني البحث، هل هناك أي جديد حول هذا الموضوع؟ يعني حينما قلت قبل حوالي ساعتين عن هذا الموضوع لم نكن قد شاهدنا الصور الحديثة التي أتت من هناك، أو حتى تواصلنا مع بعض الأشخاص المتواجدين. على ما يبدو أن الحقيقة أصعب بكثير مما كنا نتخيل، ومكان الاستهداف صعب جدا الوصول إليه إن كان في محيطه أو إن كان من مكان الاستهداف ذاته. كمية الدمار هائلة جدا، مع منع تام ورفض قاطع من قبل إسرائيل أي عملية إزالة أنقاض تدخل أو تخرج. ممنوع الدخول وخروج المركبات بشكل قطعي، وخاصة المركبات الثقيلة. لا دفاع مدني ولا حتى من آليات حزب الله ولا الحكومة اللبنانية ولا حتى مسعفون يأتون ويذهبون إلى الضاحية الجنوبية. هذا القرار اتخذ إسرائيليا حتى اللحظة لا يوجد أي تعديل عليه، ولكن التعديل الأساسي هي بعض الأبنية التي تنهار من تلقاء نفسها جراء تضعضع أساساتها من قبل بعد غارات العدو الإسرائيلي في الأيام الماضية، مما يزيد من صعوبة هذه المهمة ويغلق شوارع إضافية، أي أن المهمة اليوم شبه مستحيلة. حيدر، ما هو الوضع في القطاع الصحي والمستشفيات؟ المستشفيات تعمل بطاقتها القصوى بعد قرار وزير الصحة بإيقاف استقبال العمليات الباردة، وبعد الوصول عدد كبير من الجرحى إلى المشافي اللبنانية. لا يوجد أي اختناق في المشافي، تعمل بطاقتها القصوى وهناك أسرة تقريبا كافية لكل الجرحى. القطاع الصحي لا يواجه أي مشاكل في الوقت الراهن، طالما أن المستودعات مليئة ولم تغلق طرق استيراد أو جلب باقي المواد، خاصة نتحدث هنا من مساعدات روسية، مساعدات أردنية، مساعدات إماراتية وصلت عن طريق مطار بيروت. ولكن هناك قد يحدث في المرحلة القادمة إذا ما حاصر العدو الإسرائيلي لبنان كما يفعل اليوم على طريق سوريا الأساسي معبر المصنع بإغلاقه، إذا ما حدث هذا الإغلاق واستهدفت السفن فقد يحدث ذلك، وهذا ما يتخوف منه المسؤولون اللبنانيون. أما الأدوية والعلاجات والمستلزمات الطبية موجودة حتى شهرين إلى 3 أشهر في لبنان، لا يوجد أي خوف عليها. وهذا التصريح لوزير الصحة يتعامل مع الموضوع إن كان داخل مراكز الإيواء، إن كان في الشوارع، إن كان عبر الاتصال بهيئة إدارة الكوارث أو عبر المستشفيات. رغم أن 4 مستشفيات خرجت عن الخدمة بشكل كامل، استهدف الطاقم الطبي بحوالي أكثر من 70 عنصرا من الطواقم الطبية استشهدوا جراء الغارات، يمنع عليهم منعا تاما، وخاصة الرعاية الإسلامية التواجد أو التحرك في المناطق. رغم ذلك لا يزال القطاع الصحي يعمل بطاقته القصوى بمساعدة الهلال الأحمر وأيضا الدفاع الصليب الأحمر والدفاع المدني. حيدر مخلوف مراسل رؤيا من محيط الضاحية الجنوبية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.